ألا حيران جميكنا مالك لنيك خلقي عندك الإنسان مخلوق وخلق طبيعة وأخلاق وأجليك من عندك بعض الشخص الحد إنكك شاليات سيد سبغة الله غوث إيزانه حضرة شي محمد كفروي بالي حضرة شاكك شعبد الباقي افندي حجي شيخ نسيم بيري بتليسي ذات محتبر محترم من ورهر شعبي بلي اخي اي فلك بسدق بحني مك كردو بالمزا قلب وحشار ودل رضا وطرع بجاب المو يا كدي يا قلي كربو وضع كدم خوا ما ترى كدم بالانفري مال شا كدي ترى بنيرة سرمرة شا وبلكنا دبنيا مدى شاف كان نمير قوشي من اسكي طريق دوقصان وشي مرمز بتقيدي كم من تمام ترى لنا ای لا کرد بیل مد و در آبل جان و بدنه تپیدا بسه سدوشه سوشش علام و آبرینه برای بگر اثر شخص نجارت شفاج درد خورا ببینید منه بره خدا بل برکان و دزه یعنی جیناره و صحابی نجید لوسته امت فنه باوه فیرز خانمش اوجا غشق آرواسیا یعنی الهندستان امت فنه جراد بیجن شیخ موحید فلك يا بسيدن قماني مكي كردو قبل ما دو درده تقران درماني برينة تلفع جدرده خرا عبابينة من بري خطابو يعني لنحيا خوشة بالزير ناكي سردائرة السيد محمد حكيم السلمان بري خدنا ويدر امراض ومقصد دلي اخد بينا من بري خطابو بلي مفتي كم جا خالق عالي الرحمة حق لدي وبعد حاضر هذا يعني الوان امت فنا جوجا غشيغ ارضا سجيرات بن شيخ ملا نظام دينيج مبعوثه كان سنه دواني دا تشكيب الاسطنبول امت فنا برا الشيخ طه يعني براكي الكاظاشي امام الهيشه تهدي منها الجراد بن شيخ بدر دينيج شيخك دخل خانه واني دا امت فن بو نها مرقدا والاموك باب سيد اجدر جراد بن شيخ امين واي من بلي خدا ابو بلي تيماري واني في قريب سرباب سيد بطل مرقدا ويجي يعني الخانه باب سيد جلال جراد بيجن شيخ برهان الدين ايجي من بلي خدا ابو قضاء ورش اقبل اغف اسمام الشيخ سيد جراد بيجن باب حجي شيخ حاكم يعني شيخ شمس الدين ايجي لقضاء باطنوس مرقدا طاويان بابا يعني صاري بابا مدفن لاجن اجورين دمي من الوائم واخيجي من بره خدا بكو قغلان سرباب بله جبون خودش احمد كيش قطب دينيجي يعني جارتا قغلان بله سلالة تقيب الاجمال سيني حتي كذي بله خدا ودر امراض مقصد ذلي خود بنا الوائلي یما شوانان هیجو جی کرم خواره ببین انده من خاناله من. لسر و پلا یوتیوب مب شوپینن و مب عجبینن. سلاو و ریز لسر ناوی کانیا دنگ بیجا.